ايه البسكليته الحلوه دي؟ مش ركبني معاك؟ هركب. طب يلا بشم زي ابوه. يلا حماده ركب طنط غيلة في الجنينه قبل ما احضر لكم الغدا. يلا حبيبي. انا اسف افتكرتك ساميه. انا مدب. معلش حصل خير. اصل ساميه بتعمل حاجات مني كتير وانا بحاول اخد بطاري. هي مشهوره بكده من ايام المدرسه. اتفضلي حكيم، انا باجي من المحكمه ميت من الجوع وهمي على بطن. اتفضلي. في الحقيقه البسله دي من مقالب ساميه. من يوم ما اتجوزتها بحاول اقنعها انها فاشله في البسله، مش مصدقاني. اعمل ايه يا اخي؟ وفر الرمادة بتاعتك دي للمحكمه، كل مره يقول كده ليلى وفي الاخر الاقي الطبق فاضي. ده بس بعكسك. طيب دوقي كده. لا والله هتعمل. الله يكبر بخاطرك يا ليلى، الواد وابوه عاملين اغلبيه ضدي اهو. من هنا ورايح انت بقى هتسنديني. ايه اللي بتعمله ده يا حماده؟ ما كلمتوش؟ ما صلبتوش؟ دي كمان فيها رشاوي؟ يا دمك. خدي من غير سرقة. حطي الخمسة دي هنا. ليه بيدور؟ حمادة يلا يا حبيبي، حمامك جاهز. خدي رواق. أخدته. أنا خدت الثمانية. ستي. نعم. مفيش حمادة نام. ممثل كبير. عامل نايم. يعني طالع لمين؟ لمامته طبعا. حمادة. حمادة. الله. لا ده الذوق مش نافع معايا. انا هطلع احميها ليلى وانت بس خدي بالك من مدحت واغلبيه. اوعي اغلبك. ها العبك بقى كومي. عرفت تلعبها؟ ايه ده؟ والفرة من كام؟ من 101 بالبند. بالبند تلعب كويس؟ جدا. اما اشوف. يا رب اعوض فلوسي. كويس كده. مشيت من اولها كده. اهو كده بس. بس تاني. بس انت بتبصر 7 و8. الله الله، بتغش يا مدحت بيه. انا متاسف. العتب على النظر. ودي ايه دي كمان؟ بنت بشايب. لا انت بتلعب 3 ورقات. صراحه ايوه، انت عارفه مهنتي، انا بشتغل مع محتالين ونصابين واللي يجاور الحداد، انت عارفه طبعا. لا لا يا عم انا مش قدك، انا بطلت. طب خلاص حقك عليا. لا نبتدي من اول وجديد ومش هغش والله. الظبطه بفرح. ماشي فرق. ليلى استعجلي يا ليلى، انا ورايا محكمه. يا اخي هو استنى بالمحكمه بتاعتك دي، حلمك شويه يا مدحت. الله ايه ده يا اخويا؟ الله انت هتخرجي كده؟ لازم يا حبيبتي تحطي شويه روش. ايه اللي بتقوليه ده؟ وده معقول؟ ده انا لسه ما بقليش. والنبي يا ليلى علشان خاطر. لا مش ممكن. والله انا حاطه لك غصب عنك، تعالي نقعد. ايه يا ساميه؟ والله حاطه. لا لا اغصى عليك. لا يا ساميه مش عايزه. والله مش عايزه. وبعدين معاكي. لا يا ساميه مش عايزه. خناقه. يا رب تحمي عشان نسترزق. بس بقى نفسي يا شيخ. صور يا مدحت الوحشه دي مش عايزه تحط روش، والله هبطل لك العند بتاعك ده، لازم احط لك روش. انا مش عايزه. يا ستي ما تتدخليش في شؤونها. كفايه بتتدخلي في شؤوني انا. الله تعالي يا ليلى تعالي، انت حلوه كده تعالي. ايه سم؟ الله. اه يا باي. ايه اللي خلاك تختاري انك تكوني ممرضه؟ يمكن عشان جربت الالم. كفايه الالم اللي انت عشتي فيه. انا لو منك كنت تختار لي ايه؟ كنت اختار لك انك تكوني ملكة. فكرة مش بطالة. والمملكة دي إن شاء الله. المملكة، المملكة مش قادرة ألاقي دلوقتي المملكة اللي تناسبك. خليها في سرك بقى، أحسن عقبال ما هتلاقيها هتكون حصل فيها لخبطة. أقول لك ممرضة أضمن.
100 مره قلت لك تبطل الفجعانه بتاعتك دي، مش تستنى الضيفه؟ عدمتيني العافيه انت والضيفه بتاعتك. انا مت بجوع، هي راحت فين؟ ما سالتهاش. تسمح بقى تخرج علشان اشوف شغلي؟ اتفضل. حاضر. حمادة. أهلا بيك. عارف أنا جبت لك إيه؟ إيه؟ شوكولاتة. برافو عليك. أهلا يا ليلى. أهلا يا سامي. أنا آسفة إني أخرتكم على الغدا، أصل كنت بكتب العقد. ترى الشريك العربيه خلاص؟ لا لسه مختلفين على الثمن، لكن اجرت شقه. اخس عليك يا ليلى، ده برضو كلام. مالكيش حق. معلش بقى، اصل الضيافه طالت. هو انت برضو ضيفه؟ لا ابدا، بس الشقه هنا برضو في المعادي يعني كده. طب يلا حبيبتي بقى نتغدى قبل الاكل ما يبقى. يلا قولي يا ليلى، الشقه دي كام اوضه؟ حلوه فعلا حلوه. مش كده ولا ايه؟ مبروك يا ليلى، ولو اني انا زعلانه منك. معلش حقك عليها. انا مش عارفه انت هتقعدي في الشقه دي ازاي من غير ما تتفرش. ما هي اوضه النوم موجوده، وانا هحتاج ايه يا ستي؟ دي زهقت مننا. ودي معقوله؟ بس انا طوعتكم كتير، طوعوني انتوا مره. يا بنتي ما فيهاش فايده، طول عمرها ناديه. باي باي بقى يا ليلى، لحسن حماده مستنيين. طيب مع السلامه. باي باي. تعرفي ليلى صعبان عليا قوي، حظها سيء. امال لو عرفت جوزها وشفت كانوا قد ايه متعلقين ببعض كانت صعبت عليك اكتر. سمسم حماده نام؟ ايوه. طب تعالي بقى لحسن، مش جاي للنوم. طب ودي صوتك. دلوقتي اسكت. والله العظيم اسكت. يعني انت عايزه يتفرز من عيالك؟ لا. لا اتفرز انا. كده كويس؟ ها؟ لا كمان كده. في العلو ده كويس دلوقتي؟ لا طلعها كمان شبر كده يا مان. انت هتبوظي السيمترية خالص. يا احنا بلاش نقعد على الصورة بقى. الله. ليلى. ليلى. ها؟ ليلى. قولي لي العلو ده كويس؟ اه كويس. سبحانك يا رب. أول مرة توافقي على رأيي. سامية. خليك واقف مطرحك، عارف لو انكسرت حاجة. أنا وقعت تحت إيديكم. أدعوني لوجه الله. معلش يا مدحت ما تزعلش. احنا صحيح زودناها معاك قوي، لكن انت بصراحه تستاهل فنجان قهوه. هو يعني انسان عمل حاجه بالقهوه؟ ثاني لما يعلق الحلقه في المطبخ الاول يا ليلى. حرام عليك يا ثاني. انا لو كنت بترافع عن واحد محكوم عليه بالاعدام ما كنتش كفرت زي ما كفرتوني. معلش يا مدحت. على العموم كل ده عشان خاطر عيونك انت يا ليلى. ربنا ما يحرمنيش منك انت يا مدحت. على العموم انا النهارده اكتشفت فيك مواهب جديده خالص يا جوزي، هستغل لها من هنا ورايح فيه. عتال يعني. عاجبك كده يا ليلى؟ لا. طب يلا بقى قدامي، شيل انبوبه البوتاجاز من المطبخ وركبها لي في الحمام. تسمح؟ الله. حاضر.
الليلة دي؟ ده في افلام حلوه قوي. بلاش الليلة دي يا سامي، عندي مذكره مهمه عاوز اخلصها. طيب يا حبيبي زي ما انت عاوز. لما اقوم اشوف ليلى كده في التليفون عامله ايه. سلمي لي عليها. الو. اهلا يا سامي. ابدا ما بعملش حاجه. نتعشى الليله في النادي؟ طيب زي ما تحبي. مدحت. اي تحب تسهر النهارده شويه في النادي بالليل؟ ليلى موافقه. ما عنديش مانع. طيب الو. اي يا ليلى هو موافق. طب هنفوت عليك قبل الساعه 9. بقول لك ايه، البسي الفستان اللي اشتريناه سوا. حاضر. مدحت حماده حرارته مرتفعه يا مدحت. كم درجه؟ اهو شرطتين. يا لهوي شرطتين، يبقى النهارده مفيش سهر في النادي. النهارده النادي لازم يقفل. والنبي يا مدحت انت بالك رايق، ادام احنا وعدنا ليلى يبقى لازم تروح تاخدها. انا هكلمها لك في التليفون. سامي اتأخرت قوي. لازم بقى عشان الشرطتين بتوع حماله.